السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو القصير الذي سنتناول من خلاله معلومات عن طائر الكاردينال وما يميز عن باقي الطيور. إنما يميز طائر الكاردينال عن باقي الطيور هو لونه الزهري عند الذكر والرمادي أو البني الباهت عند الأنثى، وما يميزه كذلك هو تواجد قناع أسود حول وجهه ومنقاره المخروطي الرمادي، وما يتغذى عموما على الحبوب عامة يعني بدون استثناء، الحبوب الشوكية أو غير شوكية، ويقطن بشمال الأمريكيتين. وما يميزه عن باقي الطيور هو قدرته على التحمل الطقس البارد والطقس الحار، يعني البارد جدا والطقس الحار جدا، وكذلك لونه يختلف عن باقي الطيور. وما يميزه كذلك هو تغريده الجميل وقدرته على حفظ أصوات وتقليد الأصوات الطيور الأخرى مثل الحسون عندنا في البلاد العرب. وشكرا لكم على طيب المشاهدة.